عليكم. اسمي ليلى أجريوح، طالبة بسلك الدكتوراة بجامعة السلطان مولاي سليمان، فاكولتي بوليديسيبلينار جلبي ملال. اليوم توجت بجائزة Best Oral Presentation. صراحة إنه فخر كبير وشي حاجة اللي غتحفزنا على أننا نعطيو أكثر إن شاء الله. بالنسبة للمجال ديال البحث ديالي هو لا فالوريزاسيون دي ديشي، كنحاولوا على اننا نلقاو حلول لهاد لي ديشي اللي كيكونوا صراحه كيخلقوا لنا بزاف ديال المشاكل، ونحاولوا اننا نلقاو اليوم كيفاش نطبقوهم في شي حاجه اللي غتنفعنا.